شهيد يوسف، صباح الخير من بعكفرة. انت رح تنافس بفئة الدفع الخلفي، مزبوط؟ مزبوط 100%. كيف رح تكون المنافسة برأيك؟ اكيد محتدمة كتير في بأمات، انت وين رح تكون برأيك؟ ليك هلا اتنين، انا لي زمان مانيش نازل سوبر سبيد، يعني مثل ما بدك تقول هيدي اول مرة بشارك فيها من بعد سنة، ومثل ما الله بريد ان شاء الله توصلنا السيارة تكون يعني ما يكونش في عنا مشاكل بالسيارة وكل شيء منيح، وكل الشباب بتمنى لهم كل الخير. وبتشكر سبونسر اللي هو سمير فخري اللي نزلني على هالسيارة، وانا بتشكره كتير ومنش عارف كيف بدي ارد له جميله اول شغلة. وبتشكر ابني مارك ومارفين وماطي ومارتي.